الله يبارك فيك، مرحبا بكم. شمرون انت من الناس اللي غنيين عن تعريف الخديج كاسفي، فيها بس الى عاود شرفتي من راسك. هذا العبد المذنب شمرون مصطفى ولد هذه المدينه اسفي، معروف فيها كرسام، كفنان تشكيلي، كرسم اللوحات الجداريات. مؤخرا انا اللي كنعاود الصباغه تاع الطاجين، وكنغير على هذه البلاد لدرجة واخا تقول لي شي مدينة أخرى كنقول لك آسفي آسفي. سي شابر، ممكن تقول لنا شوية على الطاجين؟ الطاجين 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 هذيك بحال التورات عندي أنا. النهار اللي حطوه كمعلمة يعني كانت تبان بها تزدهر بها المدينة، كانت هذيك الوقت أنا ذاك راه ماشي بحال هذا الوقت، راه هذا الوقت راه أش نقول لك ماتت فيها اسفي، ما بقاتش باينه لدرجه عندنا تنترحموا عليها بحال عندنا كتموت هي بشوي بشوي. هذيك الوقت كان تحط طاجين، جا المرحوم برقاش، جاوا الناس اللي مخشي منهم، كانت واحد الاحتفاليه يا سلام. وكان انا ذاك كاع المسفيويين فرحانين لحقاتش اكبر طاجين تحط في هذه البلاد، يعني فيه واحد الكميه ديال السردين اللي طاب ودير به لاصوص ديالو وكلشي، والناس فرحانه واحد الاحتفاليه سلام. وبقات ليا غريزه انا كرسام، بقات فيا في الدين ديالي. كنراجع مع داك كنقول انا تنتمنى نكون انا حكى انا معدي مع داكشي تاع الفخار وتاع الزواق وداكشي، تنتمنى تنقول الله كنت انا اللي زوقت هذاك الطاجين النهار الاول، كنت هذاك. ولكن كان صغور وما كانش بنادم دير حتى حاجه، ولكن دابا حاليا انا اللي تمكنت والله ما خيبنيش، حتى انا اللي كنزوق الطاجين واخا هو مسك الرشاه وقدام. الله يهديهم هاد الناس على هاد المدينه. فهمتي تيشوفوا واحد الحاجه تحفه زوينه اللي كتعطي وكتبقى تتموت بشوي بشوي تتموت. تقريبا طاجين المعلم اما راه داخل في داك ديال الكينيز دابا، كي قال لي السي الموديل حك هو اللي كيشرف عليه دابا، واحد السيد كنشكرو من هاد المنبر السي عبد العزيز الموديل، لحقاتش ماشي داك كيغير تا هو على المدينه وكيبغي يعطيها، ولكن ما كاينش اش نقول لك، خليها على الله والسلام. سي شابر، ممكن تدوي لنا شويه عن الحرفه ديالك؟ والحرفه ديالي اش نقول لك، كنتمنى وكنها رجعت لهذيك الايام اللي كانت بكري يا سلام، اللي كان التوريست ولا الناس تيجوا شارين الكفوف من مدن اخرى وكيجوا يتقدوا الفخار من عندنا، وانا هذيك الساعه باقي صغير وكان انا ما كتقول باقا مازال عاد ظاهر، ولكن هي ما حد عام كاين السكف عام، ما حد هي قاديه وهي كتموت. ودابا راه ماشي ماتت، راه ماتت بخطره، لحقاتش اللي قلت لي الفخار تاعها يقول لك صافي شبعنا منه. هذا ما كان ممكن تقول لنا شويه على الفتره ديال الكورونا كي دوزتوها؟ ولا اله الا الله، هذيك كنتمنوا من هذاك يرفع لنا الله هذا البوابه اللي لحقاتش راه تهرسنا فيه، لا حنا لا وليداتنا لا صحابنا، لا ما بقيناش لنا لا الاحباب لا حتى شي حاجه. فهاد دابا كتبغي تسافر، حاليا بغيت تسافر كتقول ولا سافرت وتسد عليا عاوتاني تخلقت شي كورونا اخرى ولا شي وباء اخر عاوتاني وسد. بحال كنا حتى واحد العام حتى بنينا بدينا نبيع ونشريو، بدينا الناس تيجيو كليان تيتقداو، واحد شويه طن اش كاين ماش كاين، يلاه راه واحد الوباء كثير عاد في اسفي هو ما كاينش، كل شيء هرب، كاين اللي تحصر حتى في الطريق. يعني هاد الحرفه بحال عندها شي حاجه ديال وسيرتو هاد المدينه كتموت بشوي بشوي. شبرو تقول لي على الامال ديالك؟
والاعمال انا راني ماشي اعمال شويه اللي درت، راه درت الكثير ديال الاعمال. دابا ها انت تدخل اي مدرسه لهنا ولا في القرى تاع اسفي ولا ناحيه اسفي ولا ناحيه اليوسفيه، دخل قول لهم في المنظر اللي راسم شافر يقول لك ها، وكاع المدارس وكاع وكندير الصوره ديال الناس كي كتشوف، كندير اي واحد جا بغى يتعلم هذه الحرفه كنشد ليه باليدي تنعلمو. وثانيا كي قال هذاك شابارو راه كي كتشوفو كي كيبقى ما كيتبدلش، كي باقي كيمشي على رجليه باقي، اللهم لك الحمد. وكان كنتمناو ما هاد الصانع التقليدي ديال سيرتو ديال اسفي ديال الفخار يديروا لي شي التيفات لحقاش راه الصانع التقليدي ديال اسفي راه يرتاله واحد غادي في واحد شنو نقول لك، واحد الخط ماشي تصاعدي ولكن غادي كيهون. غدا ولا غدا يقولوا لنا حنا فايتنا الساعيه بي، هو كيرضى يطلب وحنا ما كنرضاوش نطلبوا. فايتنا نوع بالصبر. هذا هذا ما كان. نعم سيدي. الناس اللي كيبغيو يتعلموا كتشد لهم بيدين. واش باقي شي شويه ديال الاقبال على الحرفه بالنسبه للشباب؟ الناس الشباب باغيين يتعلموا الحرفه ولا لا؟ كاينين بزاف الناس باغيين يتعلموا الحرفه، ومنهم داك الشيء لا حيدت الانترنيت وحيد داك الشيء الناس غتعلم. ما حد الدراري كيجي بغا يتعلم عندك وانت تتبغي تعلمو، هو شاد التليفون ومدهي معاه ما كتجيش. عندنا تليفونات الحمد لله، كاين هذا ابتكار زوين اللي كاين ديال هاد الاعلاميات عاد مزيانه، ولكن ملي كيعود الدري انت كتعلمو هو شاد التليفون ما جاتش عندي، ولا كيدير شي كدير ليه كتقول ليه رسم ليا معاك في الجداريه، كيرسم وكيبدا يتصور ما كتعطيش هذيك، خاصو يتعلم بعدا تيشد فيها وديك الساعه ان شاء الله. سي شابار. نعم مولاي. المعاناه ديالك. ولا اله الا الله، المعاناه الصانع كيعاني لحقاتش ما بقيناش كنشوفوا هذيك الكلمه اللي كانوا يقولوا لنا بكري، كنتسناو القوت كناكلوا القوت ونتسناو الموت، دابا عدت بداك كنتسناو القوت وكنا ناكلوا الموت. لحقاش الحرفه ماتت. الله يدير شي تاويل تاع الخير مع هاد ما اش نقول لك، باقي الاقبال، باقي الناس بحال عندك شي كليان، عندك شي داك كتبيع ما وتشري وكتدير، وسيرتو الكليان لاخطاو الكليان ما كاين والو. شباب. نعم سيدي. الاعمال كامل اللي قام فيه بها والاسم ديالك محفور في مدينه اسفي، واش عمرك لقيتي شي التفاته من عند شي مسؤولين، لقيتي شي دعم شي حاجه؟ باقي ما كاينش، اش نقول لك، كيتساهد هذا العبد المذنب، كنتمنى يشوفوا هذا السيد ويقول لك الله 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 يهديهم علينا. هذا ما كان، انا دوزت راه ماشي دوزت، راه تقريبا راه شحال في العمر ديالي دابا، راه راني دخلت ل 60 وما كاين، انا دابا ما كاين الدار، ما عنديش فين نسكن. اللي قال لك واحد مبين المدينه وهي ما كتبانش عليه، راه بحال لابس شي كسوه ماشي ديالو. انت بحال انت عاطينك واحد الوجه، ولكن ملي كنجي نشوفه كنلقاك وجه اخر عاوتاني. والله يديم علينا هذا ما كان. سي شابر، من خلال الحكي ديالنا ما شفناك غيور على المدينه، عزيزه عليك المدينه. عزيزه عليا لحقاش كبرت فيها وعارف ليها الخبايا ديالها وعارف المعالم ديالها التاريخيه، راه كاينه وباقه كاينه، هي تاريخيه ابن عن جد، ولكن ملي كتجي تشوف ما كاينش الاهتمام فيها. علاش حنا تنديروا المدينه القديمه ديما ولا شارع الرباط كنقولوا هائل السقوط، خليه دافتوا لي شويه، ندخلوا الازقه ديالها ونشوفوا المعالم ديالها، ندخلوا دوك الرياضات اللي كاينين في المدينه ونشوفوها، وندخلوا البرج ديالها والمعالم ديالها اللي كاينه اللي مخبيه، راه كاين شي معالم هنا في المدينه اللي مخبيه، ولكن ملي كتجي تشوف كيقول لك خليها تلمد بعد تلمد تتريب وحده. رساله للناس المسؤولين خصوصا الحرفيين. والله الله يهديهم علينا وعلى هذه المدينه
ونتمنوا منهم يخدموا بين يكونوا خادومين لهاد المدينه، وتكون حتى هي ماشي تكون رايغه على المدن المغربيه، حتى هي راه مدينه سياحيه اللي معروفه في العالم، ماشي معروفه هنا. اللي قلتي لي اسفي كيقول لك عرفتها، ولكن ماشي من ناحيه اعلام، من ناحيه دوك الناس اللي كيجوا على الخفاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.